وبعد 67 قرر محافظ اسكندريه انه يمشي افيال في الشارع، ان فعلا الافيال تطلع من السيرك وتتمشى في الشوارع عشان يزود عدد المصطفين عشان يجوا يتفرجوا. فكل يوم الافيال تمشي 3 ساعات في شوارع اسكندريه على الشط، فتلاقي طبعا بالضرب هتتفرج على الافيال. والله فكره لطيفه جدا الحقيقه، فكره بره الصندوق حرفيا بقى. يعني لما وفي الاخر هم افيال سيرك يعني، مش مؤذين يعني. فالافيال كانت بتمشي كل يوم في شوارع اسكندريه بعد 67 عشان ترفه عن الناس. السينما المصريه ما فكرتش تقدم ده في اي مشهد من افلامها او حتى الوثائقي، او حتى يعني ما تصورتش ده في جريده مصر الناطقه السينمائيه الناطقه للاسف دي. للاسف انا ما لقيتهاش، يمكن اتصورت بس ما يعني انا شفتها اخبار. الخبر بقى كمان الصعب بعد 67 كانت الناس بتسال سؤال، يعني يمكن السؤال للساعه، هل يجوز ان احنا نصيف بعد النكسه ولا لا؟ بعد ما لازم احتلت. والسؤال ده حزين طبعا طبعا، والناس قعدت 6 و7. طب احنا 5 يونيو 6 كمل 7 كمل، محدش طلع يصيف. مين له قلب يصيف ويفرح؟ الناس ابتدت تستوعب فكره ان هي ممكن تصيف في 8. وابتدى السؤال ده شويه الناس تجاوب عليه، بالمناسبه الناس كانت بتجاوب عليه دينيا وسياسيا وانسانيا كل حاجه. يعني ما كانش سؤال ديني بالمعنى الحرف، بس كان برضو رجال الدين طول الوقت بيساهموا في فكره الاجابه على الاسئله يعني بالشكل. فجاوبوا على انه يجوز، بس جاوبوا امتى؟ في 8. في 8 ابتدى سياسيا البلد، لا البلد محتاجه تصيف يعني، تفك وتكسر احزانها وتمشي الحياه طبيعيه وما تضغطش على اعصاب الناس اللي ممكن طبعا. فوصل عدد زي ما ساب مساحة حرية في الصحافة أكبر عبد الناصر وقتها، زي ما ساب مساحة في الفن أكتر، زي ما قلل إيد الرقابة، كل ده لتنفيس الناس لأنه الكارثة كانت ضخمة. فوصل 500,000 واحد راحوا في الشهر ده بس. ده رقم خزعبلي. 20 مليون. طبعا انت عشان تعمل الرقم ده خد بال حضرتك لبلد واحدة خدماتها مش عظيمة، الإسكندرية في النهاية انا بتكلم على 67 مش كده دلوقتي، مش بالتوسعات مش بالتفاصيل طبعا طبعا. لدرجه في بقى سيدي بشر قبلي ولا في عصفره ولا في من ده خالص. لدرجه ان هم كان طول الوقت انه هي التوقف عن الزحف في اسكندريه في امتى؟ احنا يعني كان في زحف يومي على اسكندريه، الناس راحت تحج في اسكندريه مش مجرد مصيف. فالمصيف ده كان صعب جدا على المصريين. الناس ابتدت بقى، ده اصعب صيف في حياه المصريين في التاريخ بالمناسبه. يعني انا قعدت راجع كله، يعني حتى في 56 لا كان المصيف عدى، كان طول الوقت سبتمبر اكتوبر. طيب قلت لي انه ده فرق مع جمصه ليه؟ جمصه كانت هي المكان الوحيد الناس ممكن تروح، الاقرب اللي ما فيهوش ضرب. في النهايه هي الفكره انه كنت يعني جمصه او اسكندريه. جمصة أو اسكندرية، فاسكندرية زحف هائل، فجمصة بقت مخصوص أكتر وبقت الترند. يعني الساحل بتاع دلوقتي. فكرة إنه أنا رايح أصيف في جمصة، يعني حاجة تدعو للفخر الشديد يعني.